النهاردة هو النير فيجن، أو الاسم التاني ليه هو الأكوموديشن. على فكرة الكلمة دي احنا سمعناها في سنة أولى في الأوتونوميك لما كنا بنتكلم عن الباراسيمباثيك نيرفس سيستم، بس الجديد اللي هنقوله في سنة تانية عايزين نعرف لما بنقرأ يا ترى ايه اللي بيحصل. علشان كده النير فيجن موضوع مهم جدا نظري، وهتشوفوه كمان في سكشن العملي. بنعمل في السكشن ايه؟ بنخلي زميلكم يبص على حاجة بعيدة على مرمى بصره، وفجأة أقرب حاجة من عينيه وليكن ألم، هتلاقوا هيحصل ايه؟ كل الناس هتقول اكيد لازم عينين الاتنين يقربوا من بعض علشان يا دكتور يشوف الألم صورة واحدة. الكلام ده فعلا صح وكلام منطقي، بس احنا متعودين دايما في بداية اي موضوع لازم نحط نقط رئيسية في الإجابة علشان ما ننتهش. نير فيجن يتطلب ثلاث حاجات ان هما يحصلوا، والمصادفة الغريبة ان النهاردة كل كلامنا هيبقى ثلاثات، ثلاث حاجات يحصلوا واللي هيعملهم العصب الثالث third cranial nerve هو الاوكيولوموتور نيرف. هنبتدي بأول حاجة هتحصل اللي احنا لسه قايلينها، عينين الاتنين يقربوا من بعض. بس علشان نقول كلام علمي يعني يا دكتور عينين الاتنين هيقربوا، هقول لكم فاكرين سكشن الكرينيال نيرفز اللي اخدتوه في الترم الاول؟ كنا بنقول ان في مصل اسمها ميديال ريكتس. انا عندي ميديال ريكتس يمين وميديال ريكتس شمال، التو ميديال ريكتاي لازم هيشتغلوا مع بعض علشان التو ايز يتحركوا في النص عند الميد لاين بتاعي، فهشوف الألم صورة واحدة. تيجوا نتخيل تخيل ان الميديال ريكتس في عين منهم باظت، يبقى هيشتغل اللاترال ريكتس، فهلاقي عين زميلي اتحركت لبره لاترال، وعينه السليمة اتحركت ميديال لجوه. معنى الكلام ان هو هيشوف الألم كأنه اتنين. فدي حاجة قلناها زمان في السكشن، هيحصل له ديبلوبيا. داي معناها اتنين، هيشوف الألم كأنه ألمين. علشان كده أول نقطة عندنا convergence of the eye أو two eyes by contraction of both medial rectae to prevent diplopia. ودي نقطة مهمة جدا، احنا مش عايزين يحصل زغللة، لان ديبلوبيا معناها زغللة العين. وهقول لكم على مفاجأة غريبة جدا هكررها في نهاية الفيجن، هقولها دلوقتي علشان ده مكانها. على فكرة الألم هيشوفه الكورتكس، فطلبة كتير استغربت
قالت يعني ايه يا دكتور هيشوفوا الكورتكس؟ على فكرة الفيجن بتاعنا موجود في الاوكسيبيتال كورتكس، كلنا عارفين مركز الرؤية في الاوكسيبيتال لوب ورا الفص الخلفي. هنا انا عندي كورتكس يمين وكورتكس شمال، فالألم هيتشاف في الكورتكس الشمال والكورتكس اليمين. فطالب قال لي طب ما هو يا دكتور كده ممكن نشوفه كأنه ألمين. قلت له لا، لأن في حاجة هتعرفوها في آخر السبيشال سنس اسمها فيوجن اوف ايمجز، الصورتين هيلتحموا مع بعض كأنهم صورة واحدة، وهو ده اللي هيحصل. علشان كده خلي بالك ايه علاقة الرايت اند ليفت كورتكس توجذر، النقطة دي هنركز عليها فيما بعد. طيب بس انا عندي سؤال هوجهه لأي حد بيسمعني دلوقتي، هو يا دكتور انت لسه قايل في بداية كلامك ان في ثلاث حاجات هيحصلوا وهيعملهم الاوكيولوموتور نيرف، ولسه انت بدأت بأول حاجة، بس احنا معترضين ليه؟ يا دكتور الاوكيولوموتور نيرف ده بارا سيمباثيك يعني اوتونوميك، يعني بيتحكم في حاجة ان فولانتري غير إرادية. ازاي جاي تقول لي conversions of both eyeballs يعتمد على الاوكيولوموتور نيرف؟ اللي انت بتقوله دلوقتي دي حاجة فولانتري بعملها بإرادتي، ازاي يعملها اوكيولو موتور نيرف؟ اجابة السؤال ده ان الاوكيولو موتور نيرف في جزء فيه سوماتيك، جزء منه فولانتري. فالناس كانت فاهمة المعلومة دي غلط زمان، ان الاوكيولو موتور نيرف كله ان فولانتري اكشن. لا، ده في جزء في الاكشن بتاعته سوماتيك. وخلي بالكم السؤال اللي انا بطرحه عليكم دلوقتي ده سؤال شفوي، لان احنا وقت الشفوي لازم نتدرب على الاسئلة المهمة دي. يبقى ده يا دكتور اول نقطة عندنا. النقطة التانية، يا ترى تفتكروا هيحصل ايه في اللينس؟ هتقولولي يا دكتور انت قلتها كتير قوي، اللينس بتغير شكلها الاستيسيتي، لكن انا قلتلكم المرة اللي فاتت احنا عايزين نعرف هي هتغير شكلها ازاي. فاكرين كل مرة لما باجي اتكلم عن اللينس اقول ايه؟ اللينس هتغير شكلها، وقصدي الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس، بدل ما هيبقى فلات لازم يبقى كونفكس مقعر، الكيرفيتشر بتاعته لتحت. وكل مرة بقول لكم علشان الصورة تقع على الريتنا، كل مرة بنقول الكلام اللي كلنا عارفينه حتى من ثانوي. فطالب سألني ايه الجديد اللي انت يا دكتور عايز تقوله لنا دلوقتي؟ قلت له الجديد ان انا هتكلم عن السيلياري بادي. وتعالوا افكركم بحاجة مهمة قوي،
احنا قلنا زمان ان السيلياري بادي جزئين، جزء سكريتوري هيفرز الايكوس هيومر، وجزء تاني مسؤول عن الكونتراكشن وسميناه سيلياري ماسل. ففي طالبة قطعتني لما قلت كده زمان وقالت لي يا دكتور انا فاكرة السيلياري ماسل دي، حتى انت جيت شرحتها في الـ importance of intraocular pressure لما اتكلمت عن الـ stretching force لو تفتكروا قلناها قبل كده. ايه الجديد اللي انت عايز تقوله؟ قلت لها الجديد ان السيلياري ماسل فيه كذا نوع من الفايبرز، انا هركز على نوعين فيهم مهمين قوي. النوع الاول هو سيركولار فايبرز. سيلياري ماسل على فكرة فيها فايبرز دائرية، وتعالوا أفكركم بالرسمة. رسمنا اللينس في النص، وإن اللينس دي متعلقة بسسبنسوري ليجامنت، والليجامنت دي ماسكة في السيلياري ماسل. هتقولولي كلام قلناه لغاية دلوقتي قبل كده، الجديد ايه بقى؟ ان circular fibers of the ciliary muscle انا رسمتها دواير كتيرة جوه بعض. لما هتعمل contraction الحلقة هتضيق، تفضل تعمل contraction هتضيق. يعني ايه هتضيق؟ يعني معناها ان السسبنسوري ليجامنت هيبقى لاكس، وطالما بقى لاكس يعني هيتشد على سسبنسوري ليجامنت. هيتشد على مين؟ على الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس، ما هي ماسكه فيه. طالما بقت لاكس هنلاقي ان الانتيريور سيرفيس هيغير من شكله، بدل ما هيبقى فلات هنلاقيه هيبقى سفيريكال او كونفكس شيب. يبقى ده اول فايبر عندنا، ازاي قدر يغير من شكل الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. والناس كلها مقتنعة بالنقطة دي. النوع التاني من الفايبر نوع جديد علينا كلنا، سيلياري ماسل فيها راديال فايبرز. راديال معناها ايه؟ فايبرز عاملة زي أشعة الشمس. الراديال فايبرز سألنا دكاترة الاناتومي عنها، هي ماسكة في ايه؟ هي ماسكة في الكورويد. وتعالوا افكركم بحاجة قلناها في مقدمة الفيجن لما رسمنا الاي بول في الاستراكشر زمان. الكورويد هو مبطن للسكليرة. هتقولولي ماسك فيه وهو المبطن، اللايننج اوف ذا سكليرة. انت يا دكتور عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان انا عايز اعمل contraction of radial fibers بحيث يغير شكل الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. السؤال ده انا سألته لدكاترة اناتومي، انا عايزه ينقبض فيغير شكل الانتيريور سيرفس.
قالوا مفيش غير حل واحد، الكونتراكشن يبقى فين؟ يبقى ميديالي اند فورورد. بمعنى ايه؟ احنا كلنا عايزين نفهمها. انا عايز الكونتراكشن اوف فايبرز يقرب من الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس، يعني الانقباض في اتجاهه يقرب منه فيغير شكله. ما هو ما ينفعش الكونتراكشن يبقى بعيد عن الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. حتى السيركولار فايبرز لو تفتكروا عملت كونتراكشن وضيقت الحلقه قوي السيركل علشان تقرب من الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. ففي طالب السنه اللي فاتت سالني سؤال جميل، قال لي يا دكتور هيحصل ايه لو الراديال فايبرز عملت كونتراكشن ابعد away from the anterior surface؟ قلت له معنى الكلام لو عملت كونتراكشن ابعد يعني اللي هيشدها هو مين؟ اللي ماسك فيها، الكورويد. كورويد هيشده ناحيته وبالتالي هنفقد التأثير. ما ينفعش، ده لازم الكونتراكشن يبقى ميديالي اند فورورد ان ذا دايركشن اوف انتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. يبقى احنا النهارده حلينا اول سؤال نفسنا نعرفه، ميكانيزم اوف تشينج anterior surface of the lens، ازاي اتغير الشكل من flat الى spherical او هنقول convex. عشان كده النقطة التانية اللي هتحصل لما تيجي تقرأ increase convexity of the lens، تزداد تقعرا. ولكن طالب سألني سؤال جميل قوي، قال لي يا دكتور انت قلت لنا من قبل كده ان اللينس لما هتغير من شكلها هتبقى عندها قدرة اكبر انها تعمل ريفراكشن، انها تقدر تعمل انكسار اقوى للأشعة. هقول لك ايوه، علشان نجمعها عند الريتنا. يا دكتور كلام مكرر وحفظناه، لكن انا النهارده عايز اقول لك معلومه جديده مهمه قوي. هي هتتجمع على الريتنا في نقطه اسمها فوفيا سنتراليس. فوفيا سنتراليس. فطالب قال لي هي النقطه دي ايه اهميتها؟ قلت له فيها ريسبتورز كتيرة اوف فيجن، وهي دي النقطة اللي احنا دايما بنحب ان الضوء يتجمع عندها. يعني احنا لما هنذاكر الريتنا وتعرفوها بعد كده، الريتنا عبارة عن 10 طبقات، طبقة فيهم فيها فوفيا سنتراليس، وحتى المراجع الكبيرة بيوصفوها وصف جميل قوي، يقولك البقعة الجميلة، beautiful spot. جميلة يعني ايه؟ فيها ريسبتورز كتير تقدر ان انت تشوف كويس قوي لو الضوء وقع عندها. الكلام ده في غاية الأهمية. طيب دي النقطة الزيادة يا دكتور اللي انت قلتها، هيقع في على الريتنا في مكان اسمه فوفيا سنتراليس، هنعرفه بالتفصيل فيما بعد. ولكن في
في سؤال لازم أسأله، احنا ازاي عرفنا ان الـ anterior surface of the lens هو اللي هيغير من شكله؟ اتكلمنا عن النقطة دي كتيرة قوي. عرفوا ازاي؟ فجي عالم اسمه بيركينجي سانسون، عمل فكرة في غاية البساطة والسهولة. قال ايه؟ قال انا هجيب واحد في الضلمة، اوضة ضلمة دارك روم، وهقول له بص قدامك على شمعة، وهتعرفه دلوقتي هو ليه اختار اوضة ضلمة. عارفين ليه؟ علشان انا عايز اشوف صور او صورة الشمعة جوه عينيه. لو هو في اوضة منورة ممكن ضوء اللايت ريز او الاضواء الكتيرة تأثر على حكمي في التجربة دي، فهو اختار دارك روم. ففي طالب قال لي يا دكتور انت لسه قايل صور الشمعة، هي الشمعة دي هتعمل كام صورة؟ قلت له بمنتهى البساطة، انت عندك كام سيرفس هيقابل اللايت ريز جوه عينك؟ قال لي انا ما عنديش غير كورنيا ولينس. قلت له ايوه، طب واللينس كام سيرفس؟ اتنين، انتيريور سيرفس وبوستيريور سيرفس. يبقى كاني بقول لك عندك تلات اسطح الضوء هيقع عليها. يبقى اول سيرفس الكورنيا، فلقينا ايه؟ بيركينجي لقى ايه؟ لقى ان صورة الشمعة اللي على الكورنيا بتاعة العيان لقاها up right، يعني صورة معدولة، صورة الشمعة مش مقلوبة، صورة عادية. طب ليه يا دكتور up right؟ لانها قريبة من الدكتور، صورة قريبة مننا، فبقت upright. طيب هتقولي والصورتين التانيين هنلاقيهم فين؟ ففي طالب من سنتين فكر وقال لي يا دكتور الكورنيا تحتها aqueous humor وبعد كده iris، هو انا ليه ما شفتش الصورة دي على الايرس؟ حضرتك ما ذكرتش ايرس ليه؟ قلت له بمنتهى البساطة الايرس is pigmented، ده في pigments كتيرة جدا، هو اللي بيدي العين اللون، بني عسلي اسود الحاجات دي. طالما في pigments كتيرة فمش هتقدر تشوف من خلاله صورة الشمعة. قال لي خلاص يعني مفيش ايرس هشوف عليها صورة شمعة، طب البيوبل؟ قلت له البيوبل هو الشباك اللي هتشوف من وراه صورة الشمعة على اللينس. قال لي طيب يعني انت عايز تقول ان الانتيريور سيرفيس هشوف عليه صورة والبوستيريور سيرفيس هشوف عليه صورة تالتة، ايه الفرق بين الصورتين؟ الفرق ان الانتيريور سيرفيس الصورة برضو اب رايت، الصورة upright صورة برضو معدولة. قال لي ايه السبب؟ قلت له لان بص على الكورنيا تلاقي الكيرف لتحت، وبص على الانتيريور سيرفس تلاقي برضو الكيرفيتشر بتاعتها لتحت،
يعني هما نفس الأسطح تقريبا. فما تستغربش إن الصورة اللي اتكونت عندهم واحدة. بس على فكرة في فرق. ليه؟ لأن أنت في الـ anterior surface of the lens، خلي بالك أنت دخلت لجوه، مش معقولة هتبقى الصورة بنفس وضوح الصورة اللي هتتكون على الكورنيا. ما ينفعش. عشان كده الكتاب يقول لك ايه؟ faint image، الصورة هتبقى باهتة شوية. وحتى الكلام سهل جدا، انت لما بتيجي تصور واحد بكاميرا فيديو قريب منك غير لما تيجي تصوره وهو بعيد، كل ما الصورة تبعد كل ما الوضوح يقل. قال لي خلاص يبقى أنا كده فهمت، الصورة التالتة على البوستيريور سيرفيس هتبقى فيري فينت لأنها لجوه أكتر، هقول له صح، وهتبقى مقلوبة inverted image. ليه؟ لأن الكيرفيتشر اوف بوستيريور سيرفيس لفوق. ايه ده؟ ده يا دكتور مخالف للسطحين اللي فاتوا. قلت له ماشي. قال لي بس انا لغايه دلوقتي ما فهمتش ايه علاقه الشمعه في الضلمه والتلات صور بموضوعنا. على فكره الشمعه محطوطه من بعيد، يعني هو مستخدم far vision، رؤية بعيدة. وعلى فكرة far vision معناها في الفسيولوجي على بعد 6 متر. أقرب الشمعة فجأة من عينه لقيت إيه؟ لقيت إن الصورة اللي اتكونت على الـ anterior surface، الصورة دي جرالها ايه؟ صغرت وقربت من الصورة اللي على الكورنيا. عارفين يعني ايه الصورة تقرب من الصورة اللي اتكونت على الكورنيا؟ يعني الانتيريور سيرفيس غير من الكيرفيتشر بتاعه. لما الصورة تقرب معنى كده ان احنا عملنا فوكس، عارف زي الكاميرا بالظبط. كل ما نيجي نشرح اللينس نجيب سيرة الكاميرا، لان مفيش وصف غير كده. لما انت عايز تظبط الصورة بتعمل فوكس، فوكس بتركز علشان الصورة تطلع كويسة. ده نفس الكلام الانتيريور سيرفيس، الصورة اللي عليه يعني قربت من الكورنيا، وهما الكيرفيتشر بتاعهم لتحت، هما الاثنين. الصورة قربت يعني انا زودت من ايه؟ زودت من التقعر بتاعي، من الكونفكسيتي بتاعتي. فما تستغربش، علشان كده هو ده الدليل بتاعنا ازاي الانتيريور سيرفيس غير من شكله. وانا طالب كنت بذاكر الكلام ده ازاي؟ لما بجيب سيرة convexity of the lens كنت بسأل نفسي 3 اسئلة. هي اللينس غيرت من شكلها ليه؟ ايه الهدف؟ تجمعه على الرتنا، فوفيا سنترالس. السؤال التاني، هي غيرت من شكلها ازاي؟ فاتكلم على السيلياري بودي، سيركولار فايبرز اند راديال فايبرز. السؤال التالت، انا عايز اثبات ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس غير من شكله، يبقى هتكلم على بيركينجي سانسون ايمج. ملاحظين؟ 3
ثلاث أسئلة. ما أنا قلت لكم في البداية كلامنا النهاردة كله تلاتات، تلات حاجات هيحصلوا لغاية دلوقتي. أنا قلت حاجتين: convergence of both eyes عن طريق الميديا الريكتاي، والتانية convexity of the lens. النقطة التالتة الجميلة جدا واللي كلنا عارفينها من اوتونوميكس سنة أولى، أخدته في الاوتونوميك، إن الأوكيولو موتور نيرف هيعمل بيوبيلو كونستريكشن، هيضيق في البيوبل. وحتى كل الطلبة زمان كانت بتذاكرها بالعكس، كانوا يقولوا إيه؟ سيمباثاتيك يوسع البيوبل علشان يدخل لايت ريز كتيرة جوه عيني during stress، لكن الباراسيمباثاتيك يا دكتور العكس. دايما الطلبة حافظينها كده، بس احنا النهاردة عايزين نسأل نفسنا سؤالين: هو البيوبل ضاقت ليه؟ وضاقت ازاي؟ السؤالين دول لازم نعرفهم. وانا عايز ابتدي الاول بفكرة هي ضاقت ليه. دايما الفسيولوجي عندنا في تانية مبني على السؤالين دول، على الكوز اند ميكانيزم. لازم السؤالين دول نجاوب عليهم. هنبتدي هي ضاقت ليه. اقولك احنا كلنا متفقين ان الايرس في النص في فتحة هي البيوبل. البيوبل لما بتضيق هتجبر اللايت ريز ان هي تخبط فين؟ في السنتر اوف ذا لينس. وهنا تعالوا افكركم بنقطة قلتها زمان وقلت لكم اهميتها هتبان في المواضيع اللي جاية. قلت لكم ايه؟ ان اللينس ليها جزئين، سنتر وبيريفري، والاتنين يختلفوا عن بعض. معروف ان مركز اي عدسة هو الاقوى والبيريفري هو الاضعف. فطالب سألني: يعني ايه يا دكتور السنتر هو الاقوى؟ يعني هيجمع اللايت ريز عند نقطة واحدة عند الريتنا، لكن البيريفري اضعف. يعني ايه؟ يعني هنلاقي بيريفري اوف ذا لينس اليمين، النقطة هتقع في حتة معينة، والبيريفري اوف ذا لينس الشمال هيقع اللايت ريز من خلاله على نقطة محددة على الريتنا. يعني لو احنا وسعنا البيوبل عارفين هيحصل ايه؟ هيتكون تلات نقط على الريتنا، كأن الاوبجكت اللي انت بتشوفه ليه تلات صور. تخيل الواحد كأنه تلاتة. يعني تيجي تتفرج على التلفزيون شايف واحد بيمشي تقول ايه ده؟ تلاتة دول ماشيين جنب بعض ليه؟ فالناس تبصلك باستغراب، هو ازاي شايفهم تلاتة؟ ده احنا شايفينهم حاجة واحدة. يعني معنى كده البيوبل لو وسعت بزيادة قوي ده ممكن يؤدي الى abnormalities in the sphere. فهنا طلبة كتيرة وقفتني: استنى يا دكتور، يعني ايه كلمة سفير؟ سفير معناها محيط، كل جسم ليه محيط، اي حاجة في الدنيا ليها circumference، ليها سفير، ليها شكل. فمعنى كده abnormalities في الشكل،
الاوبجكت الواحد شفته كأنه ثلاثة. فطالب قال لي بس المهم نعرف هو امتى الكلام ده ممكن يحصل. قلت له لما البيوبل توسع قوي، فاللايت رايز هتعمل سترايك او تخبط في اماكن مختلفة من العدسة. مش هو ده اللي بيحصل في الطبيعي، ده الأشعة بتبقى مركزة، أنا بضيق فتحة البيوبل علشان أجبرها إن هي تخبط في السنتر أوف ذا لينس، فتتجمع في السنتر أوف ذا ريتنا، حتى تحسوا الكلام ماشي مع بعضه. سنتر أوف لينس يتجمع عند السنتر أوف ريتنا، عند الفوفيا سنتراليس، حتى اسمها معبر. بس عارفين امتى البيوبل توسع قوي؟ لو احنا شلنا الايريس. تخيل مفيش ايريس. فدكاترة الرمد دايما يوصفوها ويقولوا ايه، ايري دكتومي. ما هو اكتومي في الاناتومي يعني شلنا الايرس في عملية لأي سبب، فممكن يحصل abnormalities in the sphere. فالكتاب سماها spherical aberrations. وهنا خلي بالك من الكلمة aberration يعني abnormality في السفير اللي احنا لسه قايلين عليه. عشان كده البيوبل لازم تضيق to prevent spherical aberration. كل كلمة بنقولها النهاردة هتبقى واضحة عندكم في صورة لينك، رسمة للسفيريكال aberration. فطالب سألني هو ده يا دكتور السبب الوحيد ان احنا بنضيق بيه البيوبل علشان ما شوفش الحاجة كأنها تلاتة؟ قلت له لا، ده في سبب تاني. تخيل لو شلنا الايرس البيوبل وسعت قوي، اللايت ريز هيخبط في البيريفري اوف ذا لينس، والبيريفري اوف ذا لينس هتشتغل كأنها بريزم. الناس اللي اخذت الكلام ده بالعربي زمان، بريزم معناها منشور. كنا بنقول ايه، الضوء الابيض كان بيخبط في المنشور ده ويتحلل لالوان الطيف السبعة. فاكرين فيجوال سبيكتروم؟ يعني ايه الوان الطيف السبعة؟ وهل ممكن الكلام ده يحصل؟ ممكن يحصل. بس قبل ما اقول لكم يحصل امتى، يعني معنى كده ان حصل abnormality برضو، بس الابنورماليتي ليها علاقة باللون، فقالوا هنسميها chromatic aberrations. كلمة كروما معناها لون، زي السنة اللي فاتت في البلد كنا بنقول ايه، هايبو كروميك بيجمنت. فاكرين هايبو كروميك انيميا، مايكروسيتيك هايبو كروميك انيميا اللي الناس كانت حافظاها، ما هو كروم يعني صبغة. هنا حصل ابنورماليتي في اللون، انا شفت الوان الطيف السبعة، حاجة غريبة جدا. طيب الكلام ده يا دكتور امتى يحصل؟ اقول لك بمنتهى البساطة، لو انت رحت لدكتور الرمد وقال لك عايزين نعمل فحص لقاع العين. الكلمة دي هنقولها على فكرة في العملي بتاع الترم التاني، كلمة قاع العين اللي الناس بتقولها
معناه عايزين نشوف الريتينا. الريتينا معروف ان هي inner structure of the eye، تركيبة داخلية جوه العين. علشان نشوفها يبقى لازم نوسع البيوبل، لازم نفتح البيوبل، نفتح الشباك. تخيل انا وسعت لك البيوبل، معنى الكلام ده ايه؟ ان اللايت ريز ممكن تقع على البيريفري اوف ذا لينس، وفي الحاله دي ممكن تشوف الوان الطيف السبعه. الكلام ده دايما دكاتره الرمد بيقوله لنا واحنا رايحين نعمل فحص للرتنة، يقول لك ما تمشيش دلوقتي، استنى انا هحط لك قطره تضيق البيوبل. لان على فكره العيان وقتها لما البيوبل بتبقى واسعه هو بيحس بزغلله، يقول لك ايه ده الصوره مش واضحه، انا حاسس ان انا مش شايف كويس. دخلت لايت ريز كتيره جوه عينه. علشان كده انا بقول حاجه مهمه، بيوبل كونستريكتد تو بريفنت، نوعين من الابيريشنز، سفيريكال اند كروماتيك ابيريشنز. الكلام ده في غاية الأهمية. يبقى أنا كده قلت لكم النقطة الأولى، هي البيوبل ضاقت ليه؟ لكن النقطة الأهم هي البيوبل ضاقت إزاي؟ ميكانيزم اوف بيوبل كونستريكشن. وعلشان نجاوب على النقطة دي هيظهر قدامكم صورة في اللينك لازم تشوفها وانت بتسمع الشرح، لسبب بسيط، لان الصورة دي احنا هنتكلم على اساسها، فما ينفعش تسمع اللي انا بقوله وانت مش شايفه، علشان احنا هنوقف الصورة في مقاطع عشان تبقى عارف فين بدايتها وفين نهايتها. بداية الصورة احنا رسمين دايرة صغيرة يمين ودايرة صغيرة شمال، وكل دايرة وليها قبة. نبتدي مع بعض واحدة واحدة. القبة اللي انتوا شايفينها دي هي الكورنيا، والدايرة هي الاي بول. فكأن انا عندي رايت اي وليفت اي، تمام. لو تلاحظوا انا الدايرة ما قفلتهاش من تحت، ليه؟ لان ده المكان اللي هيخرج منه الاوبتيك نيرف. فاكرين لما كنا بنقول الريتنا هيخرج منها اوبتيك نيرف؟ علشان كده انا ما قفلتش الدايرة بتاعت الريتنا، هيخرج الاوبتيك نيرف. وهنا دكاترة الاناتومي قالوا لنا معلومة في غاية الاهمية، ان الاوبتيك نيرف في نوعين من الفايبرز. فايبرز بتبقى خارجة جنب النوز، فقالوا هنسميها نيزل. يعني انتوا اعتبروا ان الفايبر اللي نازلة دي في النوز في النص، فطبعا هنقول نيزل. وفي فايبر تانية بتكون خارجة جنب التمبورال بون، قالوا طب ما هنسميها اسم تمبورال فايبرز. دايما دكاترة الاناتومي بيسموا الحاجة حسب مكانها، اللي خارج جنب النوز نيزل، طب واللي جنب التمبورال هسميها تمبورال
فايبرز. ولكن في نقطة مهمة قبل ما أكمل كلامي، بالنسبة لنا في الرمض ما يحبوش يقولوا ميديال واللاترال، فالتسميات دي ننساها، احنا هنقول نيزل وتامبورال، ودي مهمة قوي. خلي بالك، خلي بالك من معنى الكلام، انا مش هقول ميديال ولاترال، انا هقول نيزل اند تامبورال. تعالوا نكمل الرسمة. هتلاقوا انا النيزل فايبر عملت ايه، انا عملت له كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد، يعني عدى للناحيه الثانيه، وحتى انا رسمت لكم خط منقط في النص وكتبت عليه ميد لاين. فالنيزل فايبر من العين اليمين مثلا كروس تو ذا اوبوزيت سايد. طيب بالنسبه للتمبورال فايبرز يا دكتور، يا ترى هتعدي للناحيه الثانيه؟ اقول له لا. يبقى دي قاعده اناتومي مهمه قوي، نيزل فايبرز كروس تو ذا اوبوزيت سايد وايل تمبورال فايبرز نوت. يعني عايز تقول ايه؟ النيزل فايبرز هتعدي للناحيه الثانيه علشان تمشي مع التمبورال فايبرز. وطبعا الكلام بالعكس صحيح، النيزل فايبرز بتاعت العين الثانيه كروس تو ذا اوبوزيت سايد علشان يمشي مع التمبورال فايبرز. بس في نقطه، شايفين في ممر كبير في النص، هنسميه ايه؟ يعني نزل فايبر كروس تو ذا اوبوزيت سايد هيعدت في انهي مكان؟ اوبتيك كيازما، اوبتيك كيازما. وهنا دايما كل سنه الطلبه بتوقفنا، يا دكتور هو احنا فين اصلا علشان نتخيل معاك ايه اللي حصل. احنا سيبنا الاي دلوقتي، الاوبتيك نيرف خرج من الريتنا خلاص، راح للاوبتيك كيازما. هي الاوبتيك كيازما دي مكانها فين؟ هي فوق البيتيوتري، فوق الغدة النخامية بتاعت زمان، يعني فوق البيتيوتري. فطالب قال لي هو فوق البيتيوتري ده، عارفين ان هو الهايبو سالاموس؟ قلت له اه. انا عايزك تتخيل الاحداث، دايما البيتيوتري بتاخد امر من الهايبو سالاموس اللي هنقوله في الاندوكراين، فلازم تتخيل هو فين. عشان كده انا رسمت رسمة تخيلية، الكيازما تحتها بيتيوتري. تمام، النيزل والتمبورال هيمشوا مع بعض فيعملوا تراكت، مسار اسمه اوبتيك تراكت. تمام، هتقول لي يا دكتور الاوبتيك تراكت ده هيروح فين؟ اي سكة عندنا لازم تعدي على الصلمس، اي سنسيشن هيعدي على الصلمس ما عدا سميل سنسيشن. كلنا متفقين على النقطة دي من الترم الاول، معنى الكلام ان يعدي على الصلمس. وافكركم بحاجة، في الترم الاول قلنا ان الصلمس مجموعة من السكرتارية، وسكرتيرة متخصصة لكل مدير. هنا أنا بتكلم عن السكرتيرة اللي هتستقبل الفيجن، اسمها أخدناه في الترم الأول lateral geniculate body، lateral geniculate body.
هتظهر عندكم في الرسمة في صورة دايرة، هي اللاترال جينيكيوليت بودي، او الاختصار بتاعها الجي بي، اول حرف من كل كلمة. طيب هيوصل للثالاموس، والثالاموس على فكرة هيبعت اشارة لمين؟ الى الكورتكس. بس لو تلاحظوا على الرسمة، خرجنا من الثالاموس، خرجنا منه فايبرز عاملة زي أشعة الشمس، سميناها اوبتيك راديشنز، الإشعاع البصري. يعني خارج من الثالاموس أشعة كده اوبتيك راديشن، راحت لفين؟ للكورتكس. وعلى فكرة مش لأي حتة في الكورتكس، اوكسيبيتال كورتكس، خلي بالك دايما بتروح للاوكسيبيتال لوب، والنقطة دي مهمة قوي. وانا عايز قبل ما اكمل كلامي الناس تتخيل الرسمة، يا دكتور ريتنا، وبعد كده قلت كيازما، ودي فوق البيتيوتري، بعد كده جيت قلت ثالاموس. هو الرسمة دي اساسا بننزل ولا بنطلع؟ هو بصراحة هي مرسومة كأن احنا بننزل، رسمة من فوق لتحت، ولكن في واقع الأمر احنا واخدين سكشن. هي الرسمة دي علشان تتفهم احنا بنطلع. يعني ايه بنطلع؟ البيتيوتري فوق فين؟ مين اللي فوق البيتيوتري؟ الهايبوثالاموس. مين اللي فوق الهايبوثالاموس؟ الثالاموس. واللي فوق الثالاموس الكورتكس. عشان تتخيل هي الرسمة تبان لتحت، بس بأمانة احنا واحنا بنشرحها احنا بنطلع لفوق، ascending. فخلي بالك من النقطة دي، لأنها دايما بتضايق الطلبة في كل سنة، حتى لما بنيجي نرسمها على البورد في السكشن، هو احنا يا دكتور فين اصلا؟ وصلنا للاوكسيبيتال كورتكس، وهنا هنقول كلام مهم جدا. الاوكسيبيتال فيجوال كورتكس فيها مكانين، مكان يقول لك ان انت شايف، اريا 17 يقول لك ان انت شايف وبس. وعلشان اسهلها لكم، اريا 17 عاملة زي السوماتو سنسوري اريا 1. فاكرين سنسوري اريا 1 بتاعت زمان؟ يقول لك انا حاسس. طب ايه هو نوع الاحساس؟ معرفش. انا عايز ابعت لمكان جنبي، سنسوري اريا 2، اس 2 ذاكرتوه زمان. نفس الكلام هنطبقه في الفيجن، مكان يقول ان انا شايف هو اريا 17، وحتى الكتب بتسميه اسم جميل قوي، برايمري فيجوال اريا، هو المكان الاولي، اول مكان. طيب مين المكان اللي يقول لي اللي انا شايفه ايه هو؟ شايف لوحة، شايف قلم، ايه اللي انا شايفه؟ اريا 18 واريا 19 هي اللي تجيب لك المعنى، gives meaning for the visual object، اللي انا شايفه ايه هو، تترجم لك الرؤية. عشان كده قالوا ان دورها تابع لاريا 17. ما هو طبعا تابع، تخيل ان انت مش شايف اساسا، يبقى مش هتقدر تقول ايه هو ده. عشان كده سموها secondary visual area، المكان التاني. لغاية دلوقتي طلبة كتيرة هيقولوا لي ايه يا دكتور، فين الاوكيولوموتور نيرف
اساسا. ده انت عمال تقول لنا الموضوع لغاية دلوقتي ولسه مش عارفين البيوبل هتعمل كونستريكشن ازاي. قلت له من المكان ده هيطلع سيجنال من ورا لقدام. يعني انت تخيل الاحداث ماشيه ازاي. بيتيوتري فوقيه اوبتيك كيازما تراكت، بعد كده ثالاموس، طلعنا للكورتكس من ورا اوكسيبيتال كورتكس اريا 17 18 19، بعد كده بعتت السيجنال لقدام للفرونتال لوب. بعتت السيجنال لقدام، انتوا مش لاحظين طول السكه واحنا عمالين نطلع خطوه خطوه عشان نبلغ المدير الفيجوال كورتكس. فالمدير قال انا الاشاره عندي هتمشي من ورا لقدام، قدام يعني فرونتال لوب الفص الامامي. اول ما اقول فرونتال هتقولوا ايه ده، ده احنا خدنا اريا في الترم الاول اسمها فرونتال اي فيلد، دي كانت اريا 8 لو تفتكروا. وعايز افكركم بحاجه مهمه قوي، اريا 8 دي قالوا مسؤولة عن الكونجوجيت اي موفمنتس، هي اللي بتخلي عينيك الاتنين يتحركوا مع بعض. وقلنا حتى اريا 8 هينزل منها تراكت للكرينيال نيوكلياي. فاكرين كرينيال نيوكلياي 3 و4 و6 اللي كانوا بيشغلوا الاكسترا اوكيولر ماسلز. حتى وقتها سمينا التراكت باسم جميل، كورتيكو نيوكليار تراكت. علشان كده الكورتيكو نيوكليار تراكت هينزل عند كرينيال نيوكلياي رقم كام؟ 3. فالطلبة قالوا لي خلاص الموضوع اتحسم، ما هو كرينيال نيوكلياي 3 هو الإيدينجر فاست فال نيوكليوس، الإي دبليو إن أول حرف من الكلمة. يا دكتور ده احنا أخدناه في الأناتومي، احنا بقى عندنا كطلبة في الترم الأول كل الطلبة فاكرينه إي دبليو إن، وتقدر في الامتحان ان انت تكتبه بالاختصار ده، اختصار عالمي وكل الناس عارفينه. الاوريجين ده اوريجين اوف اوكيولو موتور نيرف، كرينيال نيوكليوس ده هيطلع منه الاوكيولو موتور نيرف. وهنا تعالوا افكركم بالاوتونوميك، قلنا الاوكيولو موتور نيرف ده هيوصل لجانجليون اسمها سيلياري جانجليون. خلي بالك سيلياري جانجليون هيطلع منها نيرف صغير اسمه شورت سيلياري نيرف، علشان يروح للبيوبل فتعمل كونستريكشن. يبقى في النهاية احنا وصلنا لفكرة هي البيوبل ضاقت ازاي، بس في نقط لازم نقف عندها. هو ليه يا دكتور سموا الجانجليون سيلياري جانجليون؟ عارفين ليه؟ ده رمز للسيلياري ماسل اوف ذا اي. يعني هو عايز يجي يقولك ان السيلياري ماسل اوف ذا اي مفروض ان الاوكيولو موتور نيرف ليه علاقة بيها ويعمل لها كونتراكشن اوف السيلياري ماسل علشان يساعد على اللينس كونفكسيتي. ده مش بس كده، ده هو كمان مسؤول انه يضيق
البيوبل. الاوكيولوموتور نيرف بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالنير فيجن. واحنا اتفقنا النهارده في بدايه كلامنا ان النير فيجن هيحصل فيه ثلاث حاجات واحنا قلناهم: واحد كونفرجنس، اتنين انكريز لينث كونفكسيتي، تلاتة بيوبيلو كونستريكشن. التلات احداث مسؤول عنهم نيرف واحد، اوكيولو موتور نيرف. وبالمصادفة طلع العصب التالت. ولكن في نقطة تهمني جدا لازم اذكرها في نهاية كلامنا عن النير فيجن، ان في ثوابت هتفيدنا في المرات اللي جاية. اول ما اقولك فيجوال باس واي هتقولي لازم اوبتيك نيرف يروح لاوبتيك كيازما ثم اوبتيك تراكت. عشان كده انا عملت حاجة في الرسمة اللي ظهرت قصادكم في اللينك، حبيت اقولها في الاخر. حطيت مربع على جنب وكتبت اوبتيك نيرف، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت. هما السكة الكومن اللي هتحصل في اي فيجوال باس واي. ودي نقطة في غاية الأهمية عايزين نبقى عارفينها. ففي طالب سألني سؤال جميل قوي، قال لي يعني يا دكتور قاعدة أساسية في أي فيجوال باس واي، هو ممكن السكة دي تتغير؟ قلت له آه، لما أجيب قلم بطارية، عارفين زي التورش الكشاف ده، وأقربه من عينك القصة هتختلف تماما وهيبقى مسمى آخر اسمه لايت ريفلكس، وهو ده اللي احنا هنقوله المرة اللي جاية. لما قرب ضوء من عينك كشاف، يا ترى البيوبل برضه هتضيق بس الميكانيزم هيتغير، الباسواي هيتغير. واللايت ريفلكس اللي هنقوله المرة اللي جاية هنعمله في سيكشن العملي، ووقتها هشرح لك العملي مع النظري في موضوع واحد لان هما مش منفصلين عن بعض، عشان تعرف الاحداث هتمشي ازاي. هي دي النقط الاساسية في النير فيجن. هيتبقى نقطة صغيرة في النير فيجن اللي هي قوة الاكوموديشن، دي هنقولها في موضوع منفصل لوحده. مشاكل الريفراكشن هنتكلم بقى وقتها عن طول نظر وقصر نظر، وحاجة تالتة اسمها استجماتيزم. اكيد في طلبة منكم عندهم استجماتيزم، ودي هتتقال في موضوع منفصل اسمه errors of refraction.